السيد الكاتب العام، السيد المدير الجهوي للفلاحة، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السادة رؤساء المجالس الجماعية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة رؤساء المجالس الجماعية، السادة والسيدات رؤساء وأعضاء مكاتب التعاونية الرعوية، السادة ممثلي وسائل الإعلام، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة. يشرفني ويسعدني أن أرحب بكم جميعا وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للمراعي، والتي سوف تنكب في أشغالها على التداول فيما يتعلق بتفعيل مقتضيات القانون 13113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ونصوصه التطبيقية، وذلك طبقا للتوجيهات الواردة للدولية الوزارية المشتركة بين السيد وزير الداخلية والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الرقم 116 لتاريخ 23 نوفمبر 2018، التي أناطت مختلف المهام المرتبطة بالمجال الرعوي إلى اللجنة الوطنية وإلى اللجان الجهوية، حيث تم عقد أول اجتماع اللجنة الجهوية بمقر ولاية أكادير بتاريخ 28 جانفي 2018. هذا وحيث أنه تبين أن الضرورة تدعو إلى إحداث أجهزة إقليمية مكلفة بتدبير الترحال الرعوي والمجالات المرتبطة به، إضافة إلى اللجنة الجهوية واللجنة الوطنية، على اعتبار أن الإشكالات المطروحة قد تخص بالدرجة الأولى المجال الترابي الإقليمي، فقد تم إصدار الملحق للدولية الوزارية المشتركة عدد 116، وذلك بتاريخ 15 مارس الجاري، يهدف إلى إحداث اللجنة الإقليمية للمراعي وتحديد اختصاصاتها ومهامها للتعاطي مع إشكالية الترحال الرعوي. حضرات السيدات والسادة، لا يخفى عليكم أن الترحال الرعوي وحركية القطيع للبحث عن المواليد الرعوية ظاهرة قديمة اعتمدوا عليها مربو الماشية لتوفير الكلاء لماشيتهم، لا سيما خلال سنوات الجفاف، إلى أنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة تفاقم هذه الوضعية نتيجة التحولات العميقة والسريعة في كيفية مزاولة الأنشطة الرعوية، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بالترحال كاستخدام وسائل النقل والطرق والمسالك المنجزة حديثا في الترحال، حيث أدت إلى ظهور إشكالات جديدة مرتبطة بالتحركات المكثفة للقطعان، مما أدى إلى نشوب نزاعات بين الرحال وساكنة مناطق العبور أو المناطق المقصودة للرعي، وذلك على الرغم من الجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية في هذا الشأن. إن إشكالية الترحال الرعوي وما يرتبط بها من جوانب اقتصادية واجتماعية وأمنية من القضايا التي تستوجب الضبط والحزم والتدبير اليقين للتوفيق بين ضمان الترحال الرعوي السلس مراعاة للانعكاسات الاقتصادية الهامة لهذا النشاط، وبين حقوق الساكنة والمناطق المستقبلة لهذه الظاهرة. حضرات السيدات والسادة، نظرا لخصوصية هذا الإقليم وموقعه الجغرافي الذي يجعله ممرا للرعاة الرحل الوافدين من الأقاليم المجاورة وخاصة من منطقة الأطلس الصغير، فإن السلطة الإقليمية قد بادرت إلى إحداث فرق محلية لليقظة على مستوى المناطق المستهدفة من طرف الرحال، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 13113، كما أن مجموعة من الإجراءات ذات البعد التنموي والتي نص عليها القانون السالف الذكر، خصوصا ما يتعلق منها بتهيئة المجالات والمراعي الغابوية وتتمينها ثم البدء بتنفيذها وإنجازها، وهمت على سبيل المثال إعداد المراعي، تنظيم ربي الماشية، تطوير سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي، إحداث نقاط الماء، إنجاز مسالك وغيرها من البنيات والمرافق الحيوية. حضرات السيدات والسادة، إن الظروف الحالية
تتطلب منا كلجنة إقليمية السهر على إنجاح هذه المرحلة الانتقالية قصد التنزيل السليم والفعلي للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. وعليه أدعوكم إلى الانكباب والعمل جميعا وبتجرد وبشكل موضوعي وبتنسيق تام من أجل إنجاح عمل هذه اللجنة، وذلك بالتركيز في المرحلة الأولى على وضع تشخيص للوضعية الحالية بالمناطق المعنية وتوفير المعطيات اللازمة لهذه اللجنة الإقليمية بالاختصاصات المسندة إليها. ومن أجل المزيد من التوضيح والشرح، فإن المديرية الجهوية للفلاحة ستقوم بتقديم عرض مفصل يتطرق من خلاله إلى القانون ونصوصه التطبيقية، تكوين اللجنة الإقليمية ومهامها، وكذا تقديم موجز حول أهم المنجزات أم منجزات برنامج تنمية المراعي الخاص بالإقليم. وفقنا الله وإياكم لما في خير بلادنا في ظل السياسة الرشيدة لعاهلنا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس، أيده الله وأعز أمره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.